اليوم استمرت مرافعات محامي دفاع الطرف المدني. من بين النقاط اللي تناولتها شخصيا في المرافعة ديالي المسألة ديال تزامن هذا الملف اليوم مع تسلم الشابة العراقية الإيزيدية نادية مراد جائزة نوبل للسلام باعتبارها كانت ضحية من ضحايا التجار بالبشر من طرف الجماعة الإرهابية داعش باسم الدين كيتم الانتهاك حقوق النساء وحقوق الأطفال. هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي اليوم كتزامن وحنا كنناقشوا كذلك ملف كيتم الاستغلال فيه ديال النساء ضحايا اللي تعرضوا للتجار بهن. من بين النقاط اللي كانت هو الغياب ديال جمعيات المجتمع المدني المدافعة على حقوق النساء اللي اليوم مع الأسف تغيب عن الدفاع عن النساء ضحايا التجار بالبشر، عن النساء تعرضنا لانتهاك ديال الآدمية ديالهم. الغياب ديال هاد الجمعيات اللي مع الأسف اليوم حيث اليوم في محك حقيقي أننا نصرحوا المجتمع المغربي بأنه الصمت غيتكسر فيما يخص هاد الجرائم ديال التجار بالبشر ضد النساء. كان مفروض أن هذه الجمعيات اللي كتدافع على حقوق النساء تكون حاضرة اليوم، مع الأسف لأن النقاش أو لا هذه المحاكمة ما كيناش في أوطيلات خمس نجوم أو لا في الصالونات الفخمة، ولكن المبدأ بالنسبة لنا لن يتغير، سندافع عن النساء أينما كنا وإنما حللنا. بالنسبة للوسائل الإثبات في هذا الملف اللي حاولنا نبينوها للمحكمة، محاضر الضابطة بالنسبة للتجار جرائم التجار بالبشر، صريحات الضحايا كافية اللهم إذا استطاع المتهم أنه يثبت العكس. في حالة ديالنا المتهم ما استطاعش يثبت العكس، علاش؟ أن شهادة الشهود حتى الشهود اللي جابهم المتهم باش يصرحوا أثبتوا بأن الجرائم ارتكبت في مكتبه، بأن المكتب ديال المتهم ما كيكونش محلول، بأن الاستقبال ديالهم كيكون بعد السادسة يعني حتى انتهاء أوقات العمل، المكتب ديالو ما كيبينش ما بداخله في حين هو قال لك لا المكتب ديالو شفاف لأنهم الزوجة، إلى مجموعة ديال التصريحات ديال الشهود اللي جابهم المتهم كيصرحوا عكس ما صرح به المتهم وكيأكدوا ما جاء في تصريحات الضحايا. الخبرة أكدت بأن الأشرطة حقيقية ما طالها لا تحريف ولا تغيير ولا تعديل، يعني كلها مجموعة ديال بالنسبة للتصوير اللي المتهم كينفي علاقته بهذيك الأجهزة اللي تحجزات وبالفيديوهات وبأن المحل ماشي مكتبه إلى غير ذلك. أنا كنت سأل ومع المتهم إلا كنتي ماشي أنت اللي صورتي، أن هذيك الأجهزة ماشي ديالك والكاميرات ماشي ديالك، كيف يعقل أنت قلتي بأن الأمنين دخلوا عندك خرجتي معهم ست أو سبع دقائق وريتيهم المحلات الأخرى والمكاتب الأخرى منين رجعتي لقيتيهم أنستالاو هذوك لي زيكيبمون؟ بمعنى هذوك لي زيكيبمون إلا كانوا جابوهم ذاك الوقت خصهم يكونوا فارغين ما مسجل فيهم حتى حاجة، يلا أنستالوهم، في حين أنهم كيتضمنوا المحتويات ديالهم أشرطة مسجلة منذ 2015 و2016 و2017 وبداية 2018. يعني كل مجموعة ديال القرائن اللي كتبت حقيقة أن ما صرحت به الضحايا هو حقيقي، أن الأفعال ثابتة في حق المتهم، ونتمنى أن المحكمة تحكم وفق المطالب ديالنا. شكراً.